السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه شيف زهير. اليوم راح نخرج من حلوه العيد، راح نديروا كاطو شوكولا لي ترونش شوكولا. راح نديروهم بطريقه سهله وما راح ياخذوكم بزاف الوقت، وعلى بالي بلي لي زونفون كامل يحبوهم. ما نطولش عليكم، ندوزوا طريقه التحضير. حاجه الاولى اللي نبداو بها سي البسكوي وشوكولا. واش لازمنا مقادير؟ عندنا 4 حبات بيض، عندنا 5 مغارف كبار سكر، عندنا 4 مغارف كبار فارينة، وعندنا مغرفة كبيرة معمرة مليح تاع الكاكاو. نبداو طريقة التحضير. نجيبو الغيسيبيون ديالنا ونجيبو الباتور الكتريك. اللي حاب يدير في البيتران يا با دو بروبليم. نكسرو البيض ديالنا، فوالا. الى كان البيض صغير نديرو 5 حبات، نزيدو السكر، نقعدو نخلطو بالباتور حتى يتضاعف الحجم تاعو. سي بون، راه ولانا شغل يموس والحجم تاعو تضاعف واحد 3 خطرات ل 4 خطرات. قعدت ندرب فيه بالباتور حوالي 5 دقائق. دوكا نسيرو الفارينة تاعنا، نبداو بالفارينة هي الأولى، نزيدو الكاكاو، ونقعدو نخلطو بالعقل حتى يتجانسنا الخليط. سي بون، دوكا نديروه في البلا ديالنا. انا حنستعمل هذا البلا اللي يجي في الفوغ اللي كامل عندنا في الدار، فيه 30/40. فوالا، نحطو الميلونج تاعنا كامل ونمشوه كامل في البلا. نستعملو لا سباتيل ولا بالمغرفة ولا كيما حبيتو، واش عندكم في الدار. فوالا بهذه الطريقة. فوالا، نمشيوه مليح حتى الأطراف. ندخلوها للفور على 180 درجة مدة 15 دقيقة. كي نشوفوها حمارت نحوها. فوالا البسكوي تاعنا قعد في الفور حوالي 13 دقيقة. دوكا نديرو له شوية كاكاو باش كي نحو له البابي ما يلصقناش، القشرة الفوقانية ما تلصقناش. فوالا بهذه الطريقة. فوالا، نجيبو ورق زبدة، نحكمو البسكوي ديالنا ونحطو هنا. فوالا بهذه الطريقة. نحولو البابي وهو مازال سخون. فوالا بهذه الطريقة هاذي. لا أكبر.
فوالا نخلوه يبرد شويه ابخي نقطعه. ابخي ما برد البسكوي تاعنا نقطعوا له الاطراف بهذه الطريقه باش لي طرونش تاعنا يجونا شابين. فوالا نزيدو نقطعوها ثلاث قطع متساوية فوالا بعد تقريب. فوالا نحطوهم دو كوتي. ونروحو نحضرو لا شونتيي ديالنا. واش لازمنا لا شونتيي؟ عندنا كاس صغيرة شونتيون بودر، عندنا مغرفة كبيرة كاكاو، خلطوها مليح. نزيدو لهم كاس حليب بارد ونخلطو كلش بالباتر. سي بون لا شونتيي تاعنا واجدة. دوكا نبداو المونتاج. نبداو المونتاج. هنايا عندي نص كاس ما درتلو مغرفة نسكافيه فوالا باش نشربو به البسكويت تاعنا، ولا نقدرو نديرو القهوة تاع البراس عادي. دوكا نبداو نشمخو في البسكويت بالبانسيو بهذه الطريقة. الكو تاع القهوة مع الشوكولا تعطينا بنة مليحة يتوالمو. سي بون شربت البسكوي. دوكا نبداو نحطو لا شونتيي تاعنا. نمشوها بلا سباتول. بهذه الطريقة. ميهمش كي يخرج لنا شوية على هلي كوتي باسكو من بعدا راح نعاودو نقطعوه. سي بون نحطو الطبقة التانية بهذه الطريقة. نضغطو شوية فوالا ونحو لا كلام اللي يدخل لنا في ليكوتي. هنا بنفس الطريقه نزيدو نشربوها، نشربو البسكوي اللي درناه. نزيدو لها لاكريم من فوق ولا لا شونتيي تاعنا. نسيو نديرو نفس الكمية اللي درناها في الوسط باش يجيو الطبقات متساويين. حنا درنا 3 كويار فوالا بهذه الطريقة. نساويوهم بيان سور. نزيدو الطبقة الثالثة.
نضغطه شوية. نزيد نشربها. ندخلوها المجمد حوالي 15 حتى 20 دقيقه وناتوندو نروح نوجدوا الكلاصاج تاعنا. الكلاصاج عندنا 100 غرام شوكولا، سي اون تابلت دو شوكولا، درت شوكولا نوار، تحبوا ديروا شوكولا اولي كيما تحبوا. نذوبوها في الباماري ونزيد لها مغرفه كبيره تاع زيت. الشوكولا تاعنا يذابت فوالا، ودرت لها مغرفة كبيرة تاع زيت. دوكا نفرغوها فوق الكاطو تاعنا، واني خليت شوية باش نديكوري بها من فوق. فوالا بلا سباتول نمشو الشوكولا تاعنا. هذه الطريقة، مام إلا سحت لنا في كوتي ما يهمش. قصتني شوية. فوالا نخليوها تنشف شويه ابخي نديكوريوها. هاني خليتها 2 مينوت، هاني شفت الشوكولا تاعي شويه من الفوق، دوكا نديكوريوها. فوالا بهذه الطريقه شوف نقطعوها. الشوكولا راهي شدت روحها، دوكا نبداو نقطعوها. حاجة الأولى نحو الأطراف بهذه الطريقة، فوالا فوالا. شاك فوا نقطعو نمسحو الموس تاعنا. دوكا نقطعو لي طرونش تاعنا، كل واحد يقطعهم على الحجم اللي يحب هو، ولا انا ندير زوج اصابع هكذا ونقطع باش يجوني كامل كيف كيف. فوالا بهذه الطريقة كيما قلت لكم، شاك فوا نقطعو نمسحو الموس تاعنا. زيدو هكذا نكملوها. فوالا دوك نحطوهم في طابق التقديم. بسم الله، شوفوا لي طرونش تاعنا. فوالا سيرتو لي يحبوا شيكولا يجوا فريمون بنان. فوالا فوالا لي طرونش تاعنا راهم واجدين باش نقدموهم. جيسبر عجبتكم لا روسيت، هي على بروشين فيديو ان شاء الله.